هدف واحد كان كافيا لتأول السريع وإقصاء الشبيبة حكم. والإقصاء يعني راح مضر كثير بشبيبة القبائل، لأن كانت أعطت أهمية كبيرة لمباراة الكأس هذه، حتى يعني لأن في الدوري عندها مباريات يعني متتاليتين، واحدة تمشي للمولودية وهران ثم إلى شباب قسنطينة، كان هذا منعرج يعني يعطيهم ثقة أكثر ويعطيهم توازن. مع الأسف الشديد خروج تحم راح يأثر عليهم كثير في ومهم من ناحية المعنوية للسرعة غليزان، جدا جدا للسرعة غليزان راح بنشوة التأهل هذه يبقوا محضرين للمباريات الدورية. من ناحية المعنوية أيضا التأهل في منافسة الكأس كان